اللي انا قريته وعرفته ان برج العرب بتشتغل بالزراعه زي ما احنا شايفينه بتربيه المواشي. ف تعالى ايه نشوف اي بس برضه اي شباب فعلا فعلا يا ابو حميد كده المدينه هنا فيها شباب كتير بيعملوا مشاريع كتيره جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي في مشروع هنا لتربيه المواشي. تيجي نشوف تعالى نشوفه يلا تعالى يلا. السلام عليكم. انت تمام؟ شايفين كده بسم الله ما شاء الله كده مزرعه كبيره وفي مواشي كتيره جدا يعني بسم الله ما شاء الله مش بنحسد يعني. لو بس نتعرف فيك موسى. اسمك ايه؟ موسى. موسى ايه؟ موسى عبد الحميد. تعرف فيك؟ محمود عبد الحميد. محمود عبد الحميد. فؤاد بقى. لا يا ريت تشرحوا لنا المشروع ده عملتوه ازاي هنا وازاي قدرتوا يعني بسم الله ما شاء الله تجمعوا عدد المواشي دي. بس بص بقى بالتفصيل الممل ان انا كشخصيا انا نفسي اعمل مشروع حاجه زي كده فانا عايز بقى ايه معلومات كل حاجه. والله العظيم احنا بص احنا يعني بادين واحده واحده فبالنسبه للكركان دي نبدا مثلا بعدد قليل جدا تمام؟ بدات بقد ايه تقريبا يعني؟ يعني مثلا بسبعه ثمانيه تسعه 10 كده وبعد كده تزود شويه بشويه دولت الكبار يولدوا مثلا يعني وبعد كده يعني نجمع بشويه بشويه ونجيب دي مثلا ونجيب دي وبدنا نزرع الارض وكده يعني محصولات ونغفل وكده يعني والدنيا تبقى تمام. طب والعشره اللي انت بتجيبهم دول يعني بيبقى منهم ايه قد ايه ذكوره؟ يعني هم اثنين يعني ذكوره بس او واحد تقارنهم بقى نتي بقى عشان ايه؟ عشان يولدوا كده يعني نظام ويزودوا يزودوا تمام. هل ليها رعايه خاصه مثلا ليها رعايه خاصه انتوا بتيجوا تربوه وتاكلوا حاجات معينه؟ ليها رعايه خاصه في واحد بيسرح فيهم فهمهم مثلا يعني يكون يعني حافظهم وعارف ان هم بيسرحوا ازاي بحوش امتى وبيروحوا امتى تمام ولهم زرعتهم طبعا الدروي الغله والنظام وكده اللي انه ياكلوا منه نزرع القمح وبعد كده ندرسه اللي هو التبن يروح ليهم وروح القمح طبعا برضه يروح ليهم والذره برضه نفس النظام. انا شايف كمان في وجود خاص جدا يعني هنا في الموضوع التربيه دوت يعني كمان في الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي الدنيا مطرف علينا والجو برد جدا يعني فقول لي دلوقتي انت ازاي عارف تتعامل كده وازاي انت عارف تربي المواشي ديت تربيه سليمه؟ طبعا لازم مصروف تمام يبقى في علف في فتره الشتاء في العلف اللي هو التخزين وغير كده طبعا الذره والقمح والحاجات دي طبعا شغاله على طول. طب وطريقه الاكل بتاعتهم؟ يعني انت مثلا هل بتقسمها وجبات ليهم مثلا الصبح او في مواعيد معينه؟ علف امتى؟ الصبح بتعلف تمام وبتسرح شويه جنب البيت طبعا كده وبتيجي مثلا المغرب تعرف بس لازم. مفيش حاجه ثانيه ولا ما بتحط لهمش مثلا لا في قدامهم هم ياكلوا براحتهم دي في الفتره العلف في برسيم في برسيم بعد الشتاء ده. طب قول لي دلوقتي لما تلاقي في جو كده زي دلوقتي مغيم والدنيا بتمطر يعني حاجه زي كده برد يعني هل ده موضوع بيأثر على المواشي برضه يعني ليها معامله خاصه في الجو ده برد شديد برضه في حر شديد؟ بيأثر عليهم البرد لازم البرد يكون في الزريبه جوه هم ما يطلعوش بره بيطلع في اوقات معينه بقى عشان يطلع في الجو يكون حلو كده الشمس تمام يطلع في الشمس يتمشى وياكلوا كده يعني ولازم المواشي تتمشى كده برضه؟ تفسحها ولا بتعمل لا تفسحش طبعا سارحه كده بتتمشى عادي. الزريبه بتبقى مقفوله يعني ليه الزريبه لازم تتقفل كلها؟ لازم تتقفل الزريبه كلها عشان الشتاء وعشان ما تعملش طينه تحت منها وعشان برضه كل الساعه وكده بتاثر على الدرس الصغير. يعني ممكن مثلا لا قدر الله يموت ولا حاجه ولا يجيله امراض ممكن يجيله امراض من ده وكل حاجه. عن الرعايه البيطريه، الرعايه البيطريه بقى عامله ازاي؟ هل في دكتور بيطري ممكن يتابع في دكتوره بتيجي لنا احنا مثلا كل اسبوع كل 10 ايام بتدي معظم بتاعتها اللي طبعا بتاع الكبد والكرش والحاجات دي برضه لازم وفي مرض السليم في حاجات كتير بالنسبه. طب التكلفه بقى للمشروع يعني انا مثلا عايز ابدا مشروع مثلا زي ده زي ما قلت لك من الاول انا يعني واحد بسيط تكلفته ايه؟ والله بالنسبه لك انت لو بتبدا مثلا ب 100 احسن يعني الراس لا يعني انا بتكلم دلوقتي انا هبدا على قدي مش هبدا ب 100 مثلا يعني مثلا بخمسه يعني بخمسه كده واحده واحده وتجيب لك معاهم كام؟ الراس بكام؟ تكلفه اكلها كام؟ والمواصفات ايه برضه؟ عشان احنا برضه بنقدم للشباب برضه اللي بيشوفونا يعني قصه متكامله لمشروع معين. انت هتجيبها مثلا يعني هي يعني زي ما انت شايف كده قد ديت مثلا يعني قد ايه عندها كام سنه ولا يعني مثلا يكون عندها مثلا سنه تبقى تمام جت صغيره تمام تجيبها مواصفاتها ايه بقى؟ قول لي مواصفاتها عامله ازاي؟ والله مواصفاتها عاديه يعني زي ما انت يعني مثلا في حاجات معينه وشه وشكل معين مثلا ماشي وشها احمر مثلا وشها احمر وشها اسمر مثلا وشها ملون ابيض باسود كده يعني بس اهم حاجه تطول برضو حاجه الحلوه حلوه يعني مش هي حاجه كنزه كده ما بتنفعش طبعا تبقى قله حتى الحول بتاعها يبقى ضعيف خليك تجيب لك شبه طويله وبتاع حلوه تبقى حلوه يعني تبقى السعر فيه ب 1000
وفي ب 2000 وفي ب 2000 وب3 توصل لغايه 3. طب بعد ما تجيب الحاجات الصغيره دي بس الصغير دي لغايه 600 و700 800. طب بعد ما تجيب الحاجات الصغيره دي يعني تبداوا تربوهم تجيبوا كم واحد تاني؟ قلنا في الاول 10 مثلا، انا عايز اجيب 10 15 عشان تبدا مثلا يعني لو بديت من 800 ل 1000 مثلا. واكلهم بقى بيكلف قد ايه مثلا؟ جيب انت طبعا ال 10 دول هم مثلا في اليوم ياكلوا نص كيلو حوالي او مثلا كيلو اللي هي الصغيره اللي هي الصغيره تجيب النتايه تمام. انا عندي معلومات برضه خلي بالك كده انت عندك مزرعه ولا ايه؟ انا بقول لك انا نفسي اعمل المشروع ده من زمان فقاري شويه. عايز تبقى غني بقى؟ هل الموضوع بخصوص الموضوع يبقى غالي يعني، هل الموضوع مربح يعني؟ هل يعني يستاهل واحد يتعب عليه؟ حلو هذا الغنم تمام يعني ربحه قد ايه؟ يعني انا مثلا عندي الراس احنا قلنا بتكلفها مثلا في حدود 1000 جنيه شراء واكلها على فتره طويله طبعا يعني. اكلها في حدود قد ايه مثلا في الثلاث شهور اللي هو مثلا ده لحد ما تكبر وتتباع؟ والله هي بتتكلف مش بتتكلفش، مفيش حاجه ما بتصرفش يعني اي حاجه بتصرف تكلفتها في حدود تمام فهي تكلفتها يعني يعني تمام يعني في الموازين. هي مثلا بتاكل يعني هي تحسب يعني تاكل نص كيلو في اليوم، بص يعني اخر الشهر يعني ممكن تتكلف لها مثلا 5-6000 وكده يعني. المفروض بتبيعوها خلال قد ايه يعني؟ مثلا تجيبها خلال سنه يعني هي صغيره صغيره ولا كبيره؟ لا انت دلوقتي بتجيبها سنه تمام بتبيعها خلال قد ايه؟ بعد قد ايه تكون بياعها كده خلاص يعني تسمن بعد ما تتسمن؟ بعد ما تسمن يعني ان هي مثلا تتكلف يعني مثلا 2000 الواحده لوحديها بس وعلفه وكده القمح بتاعها وكده بس يعني تكلف لها 2000 جنيه. طب الوقت قد ايه يعني بياخد من سنه دلوقتي انت جايب واحده عمرها سنه المشية يعني بتقعد قد ايه قبل ما تباعها بقى؟ يعني ممكن تقعد 3 شهور 4 شهور بس وبعد كده يعني تكلفها وتكبرها. يعني انا هجيبها فلوسها شراها باكلها وتسمينها ب 2000 جنيه انت تجيبها ب 2000 جنيه كبيره كلها؟ لا لا انا بتكلم مش كبيره، انا دلوقتي بتكلم انا هجيبها صغيره وهسمنها عندي تمام. انا بجيبها مثلا ب 1000 قلنا ب 1000 تجيبها ب 1000 وانا اكلها ب 1000 تمام 3 شهور 4 شهور لا ب 2000 توكل 2000 ليه وابيعها بكام بقى؟ طيب مثلا تبيعها بقى هي ممكن تبيعها مثلا 3000 كده. يعني شايف المشروع ده المشروع ضخم جدا ومشروع كمان مكلف ومتعب يعني، هل في الاخر انت ممكن الشاب يعني بعد ما المشروع دوت يكلف نفسه ممكن يجهز برضه بيه نفسه عشان يتجوز؟ يتجهز بنفسه ويتجوز هو مشروع حلو تمام يعني. يعني الموضوع يعني مش موضوع مش مطول معاك يعني الموضوع يعني مش مشروع طويل المدى يعني. لا هو مشروع تمام طويل معاك يعني محتاج لي كام راس عشان اتجهز بيه يعني؟ والله انت ممكن يعني مكسب مش معاك كويس مثلا انت 40 مثلا 30 يعملوا معاك مبلغ حلو تروح تظبط بيهم. هتبيعهم كلهم عشان تتجوز يعني؟ لا انت ما تبيعهم كلهم بقى ما انت ده اهم حاجه. مكسبهم يبقى كام بقى ال 40 دول؟ والله يعني حوالي مثلا نعمل لهم 90 100 الف. لا يلا نجيبها يلا يلا نلحق نتجوز يلا ناخدهم دول. بس تقول لي ايه طموحك يعني دلوقتي انت في مشروع بسم الله ما شاء الله كويس يعني ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ تحب تبقى ايه يعني؟ تحب يكون عندك مشروع عامل ازاي؟ والله طموحي ان انا مثلا ان انا ازرع وان انا اشتغل وان انا يعني مثلا ان انا ايه اواجه الحياه مثلا ان انا اواجهها صح. مثلا انا نبني حلو اروح الموجه للشباب دي يعني مثلا ان انا ازرع مثلا ان انا احصد مثلا يعني انزل حاجه في الارض عشان الاقي انا محصول برضو ان انا اكون بيه حياتي وكده ومثلا الغنم ديت برضو وكده يعني مثلا ايه ان انا برضو تولد مثلا معايا ونيو المشروع برضو يزيد معايا. عايز تكبر مشروعك الفتره الجايه ان شاء الله؟ لا عايزين نكبر مشروع عشان باذن الله إيه؟ تمام فكده والزراعه برضو والقمح والغله برضو بتجيب محصول حلو تمام. وتزرعوا كمان يعني بجانب بنزرع بنزرع القمح تمام ونروح بيع المحصول منه عاده ونخلي عايز اخد من كلامك نفس السؤال برضو موجه ليك، تحب الفتره اللي جايه ان شاء الله الايام اللي جايه تبقى عامله ازاي بالنسبه لك وايه احلامك يعني؟ والله ان شاء الله تبقى حلوه وكلنا بخير دلوقتي كلنا يعني تمام والحمد لله تمام وماشى يعني الدنيا. تفتكر المشروع ده يكبر يبقى عندك مثلا بتاع 500 راس ولا حاجه؟ والله صل على النبي يا رب طموحك يعني ان شاء الله يكبر للجميع يعني اتمنى اي حد يعني يدخل في المشوار اللي زي ده عشان ده حلو يعني عشان حتى البنات الفلوس بتلاقي تمشيه. هل مكسبه سريع؟ مكسبه سريع ولا مكسبه حلو؟ لا في حلو 3-4 شهور وبتسمن وتبيع على طول يعني انت مثلا اشتريت غنم كبيره جاهزه حلوه يعني جربت تولد ممكن ربنا بيكرم بتتولد في حول وحولي في حوليين تمام. بس اهم حاجه المكان طبعا المكان لازم وعامل الامان يعني انت مش هتربي في الاخر حد لا قدر الله ياخدهم يعني. لا برضه احنا لازم برضه ناخد بالنا بالليل وكده يعني بنلف على الحاجه ونعمل يعني انتوا في الليل لازم في حراسه مثلا على الكلام ده؟ حراسه على الكلام ده لازم طبعا حد بيتابع. بالنسبه بقى للجمال يعني انا شايف هنا ان في حوالي 5-6 روس من الجمال، هل دول يعني مشروع بجنب المواشي ولا لا؟ واكلهم ايه؟
برضه نفس الاكل بتاعهم؟ دول اساسي ابو، مثلا انت تجيب ثلاثة مثلا على وش ميلاد كده تمام، وبتربي منهم. انت قلت ده اساسي؟ اه اساسي. دول مولودين. دول مولودين يعني، والدتهم طبعا كبيره اللي هي مثلا زي دي او زي دي. يعني هم كانوا ثلاثه اصلا. وبتولد وبتزيد. طبعا انت بتركن طبعا، حاجه مش محتاجها بتركن تمام. وتحط مثلا في الارض انت بتزرع الغله دي، تاخذ منها تب وتبيع مثلا من الغله اللي هي عشان تجيب علف مثلا، كسبه ومثلا دشيشه ورده وحاجات زي دي، وشعير برضه ليها، وفول فول سوية برضو. يعني بياكلوا نفس الاكل؟ نفس الاكل طبعا، برضو انت بتدي لهم علفه طبعا، بس اكيد بكميات مختلفه يعني بحكم الحجم طبعا. لازم دي برضو كل حاجه ليها، مثلا تدي لها مثلا 5 كيلو في الوجبه عشان بتاكل هي. وطبعا حلوين يعني، مكسبهم برضو حلو يعني، مثلا يعني يوم تبيع مثلا في الجمل اللي هو الصغير لغايه 3 و3.5 ويوصل 6 طبعا. يعني هو انت بتربيه بيوصل لغايه 6. طيب احنا كده يعني الحمد لله كده شفنا الموضوع عامل ازاي، واكيد استفدنا من التربيه ديت والمزرعه ديت، ونتمنى لكم ان شاء الله المكان ده يبقى احسن وافضل ان شاء الله. وانا هعمل على فكره المشروع ده، انت بتقولي 90 ولا 100 الف جنيه في 40 سنه هعمله على فكره. وانا اشرفك يا احمد بقى عشان نشوف الموضوع. يلا 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 على طول والله. ماشي يا شباب، نشكرك كتير. مش عايزين اي حاجه؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. السلام.